عمر هذا باب العناية. شوف، هذا المشهد ليس من ساحة معركة، إنما هو من باب العناية المركزة في مستشفى ابن سينا التعليمية، وذلك بعد أن اعتدى مجموعة من مرافقي أحد المتوفين على الكوادر الطبية، بالإضافة إلى تكسير أبواب العناية المركزة، وذلك بعد وفاة مريضهم. الحدث اللي صار شيء كبير، يعني أكثر من 50 إلى 60 شخص هجموا على الكوادر العاملة، هجموا على أثاث المستشفى. هذا يمثل في الحالة سلبية وسلبية جدا في المجتمع العراقي. يعني إذا تقدم أنت خدمة طبية أو خدمة صحية وتتعرض هكذا، أكيد راح يضرب عن العمل، أكيد راح يترك العمل. مسلح بملابس مدنية كان سبب كل هذه المشكلة، وتقول الكوادر الطبية أنه منتسب في أحد الأجهزة الأمنية، وقالوا أيضا أنهم يعانون من حملة السلاح بالزي المدنية، والذين لا يلتزمون بالقوانين، وغالبا ما يكونون السبب في الاعتداء على الكوادر الطبية، ويفتعلون المشاكل داخل المستشفيات دون الاكتراث بحياة المرضى. كان أكو ياهم منتسب قرايب المتوفي، متسب بالشرطة، هو صار عنده يعني علم بالوفاة، طلع قام يبكي ويصيح ما أعرف شنو، فدخلهم هجموا. هم تقريبا 50-60 واحد، والحماية المستشفى هم 5-6 بس متواجدين، ما قدروا يمنعوهم، دخلوا وكسروا باب الأول باب الثاني لو وصلوا العناية. البارحة دخل علينا مرافق للعناية، قلت له ممنوع الزيارات، شال بلوس ماله، هو بالعلم يعني لابس ملابس مدنية، شايل المسدس، يقول أنا دام بالعمليات. أقول له أطلع، يقول ما أطلع، أنا شو أسوي له؟ هذه ليست أول حالة اعتداء تسجلها مستشفيات المدينة، وشهريا تسجل ما لا يقل عن 10 حالات اعتداء، وسط مطالبات بإيجاد رادع حقيقي لمنع تكرار مثل هذه الحالات التي باتت تشكل مصدر قلق للأطباء والممرضين. من الموصل، محمود الجماس، قناة التغيير.